السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في الجزء الرابع من درس المعادلات والموجه للتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا في هذا الجزء غنحاولوا نشوفوا حل المعادلة اللي كتكتب على شكل AX زائد B عامل CX زائد D تساوي صفر. إذا بشكل عام فمن كيكون عندنا A في B تساوي صفر، يعني جداء عددين كيساوي صفر. في هذه الحالة كيكون عندنا إما العدد الأول تساوي صفر أو العدد الثاني تساوي صفر، يعني واحد فيهم كيساوي صفر أو لا بجوج غيساوي صفر. ممكن صفر في صفر هي صفر، إذا صفر في صفر صفر، وصفر في أي عدد مثلا خمسة تساوي صفر، وسبعة مثلا في صفر تساوي صفر. إذا أي عدد ضربناه في صفر غيعطيني صفر. إذا بشكل عام يكون عندنا جداء تعبيرين كيساوي صفر، إذا واحد فيهم غيساوي صفر. إذا إما سي إكس زائد دي تساوي صفر أو أ إكس زائد بي تساوي صفر. بالتالي هنا كنلقى معادلة من الدرجة الأولى وكنلقى الحل ديالها، وكذلك هنا معادلة من الدرجة الأولى وكنلقى الحل ديالها. إذا هاد المعادلة كيكون عندها حلين. إذا ندوزو للمثال التطبيقي. حل المعادلة، إذا عندنا خمسة زائد إكس عامل إكس زائد أربعة تساوي صفر، إذا عندنا جداء تعبيرين كيساوي صفر، إذا واحد فيهم كيساوي صفر. إذا إكس زائد أربعة تساوي صفر أو إكس زائد خمسة تساوي صفر. إذا إكس زائد أربعة، إذا كندي زائد أربعة للطرف الثاني غتولي ناقص أربعة، أو إكس عندنا زائد خمسة نديو للطرف الثاني غترجع ناقص خمسة. إذا هذه المعادلة لها حلان. إذا حل المعادلة هما ناقص أربعة وناقص خمسة، وماشي أو، علاش؟ لأن إكس يمكن نعوضها بناقص أربعة ويمكن نعوضها بناقص خمسة، وبالتالي المعادلة كيكون عندها حلين. المثال الثاني، حل المعادلة x عامل x زائد واحد تساوي صفر. إذا احنا عندنا جداء تعبيرين x مضروبة في x زائد واحد، إذا غنطبق القاعدة. إذا إما التعبير الأول كيساوي صفر أو x كتساوي صفر. إذا x كتساوي، إذا احنا عندنا زائد واحد ديناها للطرف الثاني غترجع ناقص واحد، أو x تساوي صفر. إذا ناقص واحد وصفر هما حل هذه المعادلة. المعادلة الموالية، حل المعادلة x زائد جوج زائد x عامل x زائد جوج تساوي صفر. إذا ماشي بالضرورة يعطيوني دائما المعادلة معملة، إذا هنا خصني نقلب على تعميل المعادلة. طبيعة الحال ممكن ننشر، ولكن لا ننشر، نلقى معادلة من الدرجة الثانية وهنا غيصعب عليا نحل المعادلة. إذا كنحاول نقلب على عامل مشترك ما بين هذا الحد هذا وهذا الحد هذا. إذا إلى لاحظنا غنلقى بأن عندنا إكس زائد جوج وهنا إكس زائد جوج، إذا راه ممكن نعمل. إذا حنا عندنا إكس زائد جوج، راه بحال عندي واحد في إكس زائد جوج، وحنا عندنا x مضروبة في x زائد جوج، إذا غادي نعملو ب x زائد جوج. إذا في الحد الأول راه غيبقى لنا واحد ماشي صفر كما كيديرو البعض، واحد زائد، وفي الحد الثاني غيبقى لنا x. إذا هنا خصني منين ننشر؟ نطيح في هاد التعبير هذا. إذا عندنا x زائد واحد مضروبة في واحد راه هي الجزء هذا، و x زائد جوج مضروبة في x راه هو الجزء الثاني. إذا لقينا المعادلة مكتوبة على شكل ax زائد b مضروبة في cx زائد d تساوي صفر. إذا عندنا جداء عددين أو تعبيرين كيساوي صفر، إذا واحد فيهم كيساوي صفر، يعني x زائد واحد تساوي صفر أو x زائد جوج تساوي صفر. إذا x
تساوي، إذا عندنا زائد واحد هترجع ناقص واحد، أو إكس تساوي إذا زائد جوج هترجع ناقص جوج في الطرف الثاني. إذا ناقص واحد وناقص اثنان هما حل هذه المعادلة.